الرؤيه اللي اتكلم عليها الاستاذ هيكل ان النظام يفتقد الرؤيه، ده كلام قريب من الحقيقه. يعني مش يفتقد الرؤيه يعني ان هو نظام ما عندوش بوصله، لا. الاستاذ هيكل كان يقصد، وانا كنت اقصد من قبله في المقال اللي انا كتبته في رسالتي للرئيس، ان ملامح الرؤيه متشكله عند الرئيس، بس محتاجه انها تتوضح اكتر. الثوابت اللي خرج من اجلها الجماهير في الحريه وفي العيش وفي الكرامه الانسانيه وفي العداله الاجتماعيه وفي الدوله المدنيه الديمقراطيه الحديثه الى اخره. لكن دي ملامح الرؤيه، لكن احنا عايزين التجليات بقى بتاعت الرؤيه دي نفسها تبان على الارض من خلال قرارات تستهدف خدمه هذه الشعارات او تحويل هذه الشعارات لامر واقع.